الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو مجلس عقد قراءة معاني الفاتحة وقصار المفصل، وهو أول ما يبتدأ به في التفسير. وفرق بين قولنا معاني الفاتحة وقصار المفصل وبين قولنا تفسير الفاتحة وقصار وتفسير قصار المفصل. فأول ما يبتدأ به فهو دراسة معاني الفاتحة وقصار المفصل، يعني معاني بعض الألفاظ من الفاتحة وقصار المفصل التي تغمض على مبتدئ دراسة التفسير. ثم بعد ذلك تدرس تفسير الفاتحة وقصار المفصل، وبعدها بإذن الله عز وجل في مرحلة أخرى تدرس تفسير الفاتحة وقصار المفصل للسعدي، ثم يتدرج بعدها. وقبل أن نبدأ في هذه الرسالة فهناك مقدمات نبتدئ بها. أول مقدمة وهي أقسام القرآن. فالقرآن قسم إلى 5 أقسام وقسم إلى 7 أقسام، فقسم إلى الفاتحة والصور 7 الطوال، ثم المئون، ثم المثاني، ثم المفصل. وأيضا قسم إلى 7 أقسام، فقسم إلى الفاتحة و3 صور الأولى، يعني البقر وآل عمران والنساء، ثم 5 صور التي بعدها، ثم 7 صور التي بعدها، ثم 9 صور التي بعدها، ثم 11 صورة التي بعدها، ثم 13 صورة التي بعدها، ثم يأتي المفصل، يعني نصل إلى سورة قاف. طبعا هي الأعداد الفردية سهل حفظها، يعني 3 و5 و7 و9 و11 و13، نصل إلى سورة قاف. من قاف إلى النساء هذه تسمى المفصل. ولذلك الذي يريد أن يقرأ القرآن في 7 أيام يقسمه لهذا هذه القسمة، يعني يقرأ الفاتحة و3 صور، في اليوم الثاني يقرأ 5 صور، في اليوم الثالث يقرأ 7 صور، اليوم الرابع 9 صور، وهلم وجر. وأما عن التفسير فإنهم يقولون أن من يريد أن يتعلم التفسير فليبدأ بالمفصل. المفصل وهو من سورة قاف إلى سورة الناس، يعني الفاتحة مع المفصل. وطبعا المفصل أيضا ينقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار المفصل. طوال المفصل هو من سورة قاف إلى عما يتساءلون، ومن عما يتساءلون إلى سورة الضحى، هذه أواسط المفصل. وقصار المفصل وهو من الضحى إلى الناس. لذلك الإنسان يبتدئ بتفسير المفصل ثم سورة البقرة، وبعد ذلك المرحلة الثالثة يأتي باقي التفسير. لكن أيضا المفصل يحتاج منا إلى تدرج. الإنسان يبدأ بقصار المفصل، يعني من سورة الضحى إلى الناس. لماذا؟ لأن أغلب القرآن الذي يدور على الألسن وهو قصار المفصل، يعني من سورة الضحى إلى الناس. كيف نبتدئها؟ هذا المستوى الأول لهذه السنة سوف ندرس معاني الفاتحة. لماذا ابتدأنا بالفاتحة؟ لأنها أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأغلب القرآن الذي يتداول على ألسنة المسلمين وهو قصار مفصل. فنبتدئ بمعاني الفاتحة وقصار مفصل، ثم في المستوى الثاني نبتدئ بتفسير الفاتحة وقصار مفصل، ثم في المستوى الثالث نبتدئ بتفسير الفاتحة وقصار مفصل من تفسير السعدي بإذن الله عز وجل لأنه طويل، وبعدها نكمل تفسير المفصل كاملا، ثم نأتي إلى البقرة، هذا إذا بقينا أحياء يعني. ثم بعدها تستطيع أن تقرأ باقي التفسير سواء درسته على شيخ أو قرأته لوحدك. هذه المرحلة الأولى. الشيء الثاني هو ما معنى القرآن المكي وما معنى القرآن المدني. طبعا اختلف العلماء فيه، لكن أشهر قول أنه معنى، تجدون أحيانا في القرآن في الصور صورة مكية وصورة مدنية. ما معنى صورة مكية وصورة مدنية؟ معناها أن نزلت، نعم، نزلت في مكة ونزلت في المدينة. لا، ليس هذا معناها، أن نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة. يعني وش معناها؟ إذا نزلت الآية في مكة بعد الهجرة فتسمى مدنية، وإذا نزلت في السفر قبل الهجرة فتسمى مكية. هذا المعنى، ولها خصائص هذا ليس محلها. وأيضا من الأمور التي يحتاج أن نتكلم عنها، وهي أن الإنسان يجب أن يتعلم تجويد القرآن، يعني ترتيل القرآن.
يتعلم كيف يقرأ القرآن قراءة صحيحة. هذه من الأمور مهمة، ونبتدئ بإذن الله عز وجل في قراءة الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. يعني أنه فهم الجمل، فهم الكليات، يتوقف على فهم آحاد المفردات. وأيضا قلنا ابتدأنا بسورة الفاتحة لأنها هي أعظم سورة في القرآن، فأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأغمض آية في القرآن النساء، أغمض آية، هم النساء أغمض مخلوق ممكن، أغمض آية هي أول آية من سورة البينة، وسوف نمر عليها، لكن نفصل هذا الأمر إن شاء الله في التفسير وليس في المعاني. من الأمور التي يجب أن ندركها أن القرآن مر بثلاثة مراحل: مرحلة الكتابة، ومرحلة الإنزال، ومرحلة القراءة. قلنا المرحلة الكتابة، وهو أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ، أمر القلم فكتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنه أنزل القرآن كله إلى بيت العزة، وهذا هو الدليل على ذلك، إن أنزلناه في ليلة القدر. والمرحلة الثالثة هو أنه تكلم به الله سبحانه وتعالى حقيقة، وسمعه جبريل، ثم نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم به جبريل حقيقة، وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وسمعه منه الصحابة، وتكلم به الصحابة حقيقة، وسمعه منهم التابعون، حتى وصل إلينا. لأن القرآن وصل إلينا متواترا عن جمع غفير، من جمع غفير على جمع غفير، حتى وصل إلينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه والمستحق لإفراده بالعبادة. الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. الحمد هو الإخبار على محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ربي الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. اهدنا دلنا وأرشدنا الصراط المستقيم الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى.
كما ترون أنه فسر معاني الكلمات التي ممكن أن تغمض على بعض المبتدئين في طلب العلم، فقال الله يعني الحمد لله علم على ربنا عز وجل، يعني أن لفظ الجلالة الله فهو علم على الله سبحانه وتعالى ولا يطلق على غيره، ومعناه يعني معنى الله المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، المألوه معناه المعظم بالحب والخضوع، المألوه لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من الحب والتعظيم، يعني قال المألوه المعظم بالحب والخضوع، يعني هذم هما ركن الإلهية، نقول الإلهية أو الألوهية كلها صحيح، هما ركنان الحب والخضوع، الخضوع الذي معناه الذل، لكن اللفظ الموجود في القرآن هو الخضوع ولم يقل الذل. الثاني قلنا المستحق لإفراده بالعبادة، لأن المألوه يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. قال الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته، يعني أنه الرحيم والرحمن هما اسمان لله سبحانه وتعالى، وأحسن ما فسر به، وهذا ليس موضع تفصيل الأمر هذا، أنه نقول الرحمن إذا كانت الرحمة تتصف به، يعني بالنظر إلى حال تعلق الرحمة بالله سبحانه وتعالى فهو رحمن، وحال تعلق الرحمة بالمخلوقين فهو رحيم، يعني في حال تعلق الرحمة بالمخلوقين نقول رحيم، وفي حال تعلق الرحمة بالخالق نقول رحمن سبحانه وتعالى، ولها تفسير أخرى ليس هذا محلها. قوله الحمد، الحمد قلنا هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وهذه مهمة جدا حتى نفرق بين الحمد والثناء والتمجيد وأيضا المدح وأيضا الشكر، لكن طبعا مثل ما قلنا هذا هو كلام على معاني المفردات، وإلا فإن الحمد إذا كان هو ذكر للمحاسن المحمود دون حب وتعظيم فهذا مدح، لكن إذا كان ذكر المحاسن مع الحب والتعظيم هذا هو الحمد. إذا الحمد هو قال هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، يعني إذا كان ذكر المحاسن مع الحب والتعظيم فهو الحمد، إذا كان دون حب وتعظيم فهذا مدح. قال ربي، الرب في كلام العرب فهو المالك، يعني أن المالك له الخلق والأمر، وهو السيد، يعني وهو السيد المطاع، وهو المصلح للشيء، يعني المصلح للشيء القائم عليه. هذه هي الأفراد الثلاثة التي ترجع لها كل تعريفة الرب، وهذه التي تكلم عليها ابن منظور في لسان العرب ونسبها للابن الأنباري وغيرهم، وقد يعني أحمد ابن حمد السجاعي فقد نظم منظومة ذكر فيها أكثر من 15 معنى من معاني الرب، لكنها كلها ترجع للثلاثة هذه، وهي المالك السيد المطاع المصلح للشيء القائم عليه. لماذا قلنا المصلح الشيء؟ هو المربي، أنت الآن تربي أبنائك يعني تصلحهم، فهي التربية في الحقيقة هي أنك تطعمهم وتكسوهم وغير ذلك. أما الحقيقة اللي نسمي فيها نحن التربية اللي هي أخلاق ولا شيء، هذه في الحقيقة في اللغة العربية اسمها التزكية، لأننا نقول تربية المواشي، هل أنك تربي في المواشي أنت تربي فيه وتعتل في الأخلاق؟ ما كتبكل فيه وتشرف فيه باش يسمانه. إذن في الحقيقة التربية هي الكسوة والإطعام، والتزكية هي التربية التي نفهمها نحن، هو هذا. قال العالمي، جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، وهذا كلام مهم جدا، لأن التعريف الذي نقول العالم وهو العالم، يعني نقول نحن هذه كل عالم وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم، هذا هو كلام المنطقيين، لأن الكلام في اللغة العربية في الأصل هو العالم هو عالم الملائكة، يعني هذه كلها عوالم ليست عالم واحد، عالم الإنس لوحده وعالم الجن لوحده، عالم الملائكة لوحده، عالم الحياة لوحده، لكن أن نقول كل المخلوقات عالم واحد هذا كلام المنطقيين من اليوناني وغيرهم، لكن اللغة العربية إذا قلنا عالم فالحقيقة فهي عوالم، لذلك قال رب العالمين. بعدها قال يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء والأعمال، يعني يوم الدين ففيه مقدمة وخاتمة، المقدمة وهي الحساب والخاتمة وهي الجزاء والأعمال. بعدها قال إياك نعبد، يعني نخصك وحدك سبحانك وتعالى بالعبادة.
وقال وإياك نستعين، يعني نستعين بك وحدك في جميع أمورنا، لأن الاستعانة أغلبها تعود إلى الربوبية، والعبادة فهي تعود إلى الألوهية. لذلك هذه الآية اللي في الحديث قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هذه الآية هي الآية الوسطى اللي هي الآية الرابعة. ما هي هذه الآية؟ هي التي قال فيها سبحانه وتعالى وهذه الآية بهذه اللفظ، هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأنه فيها على العبد العبادة، والله عز وجل سوف يوفق الإنسان، لأنه قال اللهم أعني على عبادتك وعلى جميع أموري، فقال ولعبدي ما سأل. وإياك لم تأتي في القرآن إلا في هذا الموضع. لماذا؟ لقيمة العبادة والاستعانة، فلم تأتي في القرآن إلا في هذا الموضع. قال اهدنا، يعني دلنا وأرشدنا. والهداية أربعة مراتب، ليس هذا محل ذكرها. وتذكر الحديث في الأربعين النووية الذي قال فيه سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ثم أتى بثلاثة أمثلة، مثالين منها كلكم جائع إلا من أطعمته، وكلكم عار إلا من كسوته. قال بعدها الصراط المستقيم، يعني اهدنا الصراط المستقيم، وهذه تتضمن اهدنا إلى الصراط المستقيم واهدنا في الصراط المستقيم، يعني حتى الذي هدي للصراط يحتاج أن يهدى في وسط الصراط. والصراط هو الإسلام، نحن ندعو أن يهدينا الله عز وجل إلى الإسلام ويهدينا في الإسلام، وذلك أننا ندعو الله عز وجل أكثر من 17 مرة في اليوم. ثم قال بعدها صراط الذين أنعمت عليهم، ولاحظ هنا أنه عرف الصراط بتعريف من هم على الصراط، بخلاف الآية التي قال صراطي، الآية اللي فيها خط خطا وقال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أن هذا صراطي، فنسب الصراط لنفسه سبحانه وتعالى، وفي هذه الآية نسبه للمتبعين. قال المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. أحسن الله إليكم. معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. ما ودعك ما تركك وما قلى وما أبغضك وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهدى فدلك وأرشدك. عائلا فقيرا فلا تغلبه مسيئا معاملته. فلا تنهر فلا تزجر. هذه الآية تتضمن صفات للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. وأنتم كما تعلمون أن جناب الله سبحانه وتعالى أننا نتحرز من نسب شيء إلى الله سبحانه وتعالى لم يوجد في القرآن أو السنة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جناب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، فقد قال والضحى، فالله سبحانه وتعالى يقسم بالضحى. قال هنا هو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله، لأن الضحى إذا أتى في القرآن على معنيين، معنى النهار بكامله ومعنى الضحى وهو أول النهار. فإذا كان مقابلا لليل فهو النهار كله، وإذا كان مقابلا للمساء فإنه أول النهار اللي هو الضحى، مثل ما نقول صلاة الضحى أو غيرها، نقصد به أول وينتهي أول النهار إلى زوال الشمس. مثلا إذا قال سبحانه وتعالى أغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني ضحاها هنا هو نهارها. وإذا قال لم يلبث إلا عشية أو ضحاها، هنا الضحى هو أول النهار. لذلك قال هنا الضحى
هنا لأنه والضحى والليل إذا سجى، يعني الضحى هنا ما على ماذا يدل؟ هو النهار كله، لأنه أتى مقابل إلى الليل. قال والليل إذا سجى، قال يعني سكن، يعني الليل سكن الليل بالخلق وثبت ظلامه، لأن السجى يعني أتى من التسجية وهي التغطية، يعني إذا تمكن، إذا ما تمكن الليل. لكن قلنا مثلا والليل إذا يغشى، يغشى أتى من الغشاوة، يعني هو بداية الليل، إذا بدأ الليل ودخل في بداية دخول الليل أو دخول الناس في الليل، هذا يسموه الليل إذا يغشى. وهنا والليل إذا سجى معناه أنه تحكم الليل، حتى أنهم يقولون أن الله عز وجل أقسم بأوقات الصلوات الخمس، وقوله والليل إذا سجى معناها أنه أقسم بوقت العشاء، والليل إذا يغشى أقسم بوقت المغرب. سؤال، أقسم الله تعالى بأوقات الصلوات في القرآن، أذكرها، هذه نخليها لكم الحصة الجاية إن شاء الله. يعني أن الله عز وجل أقسم في القرآن بأوقات الصلوات الخمس، أذكرها. ثم قال وما قلا وما أبغضك وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه ضالا. يعني الله عز وجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ضالا، هذه تحتاج منا تفسير من القرآن والسنة، حتى الإنسان لا يقول شيئا على يسيء به إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هو هنا ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أن ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا؟ معناه كان لا يدري ما هو الكتاب وما هو الإيمان. بعدها كلها بعدها واضحة. نعم، أحسن الله إليكم. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ووضعنا وحططنا وزرك ذنبك أنقض أثقل العسر الشدة يسرا سهولة، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. قوله العسر الشدة، يعني هي الشدة التي كان يلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإذا فرغت فانصب، هذا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نحن داخلون في الخطاب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فابدأ في عمل آخر، يعني نحن أيضا في طلب العلم، فإذا فرغنا من كتاب فنبدأ في كتاب آخر، ما يقولش واحد راني كملت صي. لذلك فإذا فرغت فانصب. أحسن الله إليكم. معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال عز وجل وطور سينين. الطور الجبل وسنين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين البلد الأمين. اسمح لي فقط، أنا لم أنبه لشيء فقط. تذكروا أنه لما قلنا مثلا إذا في الحديث نقول أخبرنا أنبأنا لازم دائما تقدم قبلها قال، هنا أيضا في الآيات دائما تقدم قبلها وقوله تعالى، قوله تعالى دائما تقدمها في الآيات وهي لا تكتب. أحسن الله إليكم. قوله تعالى البلد الأمين، مكة المكرمة لأمن الناس فيها، وقوله تعالى أسفل سافلين في نار جهنم، وقوله تعالى غير ممنون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وقوله تعالى بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله سبحانه وتعالى وطور سنين، يعني الطور هنا هو الجبل وسنين لغة في سيناء أو سيناء، وهي الصحراء التي بين مصر وفلسطين، هي صحراء سيناء. إذن هذا موضع. والثاني البلد الأمين وهو مكة، وهو موضع. إذن
العلماء ماذا يقول؟ وهذا يناسب أن والتين والزيتون أيضا موضع. يعني ما معناه كيف التين والزيتون هو موضع؟ هو الموضع الذي يكثر فيه التين والزيتون، وهو بلد الشام. لذلك هذه الله عز وجل أقسم بثلاث أمكنة، وهي الأمكنة الأنبياء، يعني أغلب الأنبياء فنزلت في هذه الأمكنة، وهي بلد الشام ومصر وفلسطين ومكة المكرمة. هذه هي يعني والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني معناه أن الله عز وجل أقسم بثلاث أمكنة، وهي بلد الشام ومصر وفلسطين ومكة المكرمة. أيضا قوله أسفل سافلين، وأتت بعد ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتقويم الأحسن ففيه الباطن والظاهر. الباطن وهو التوحيد، يعني الإنسان تلاحظوا عندنا شخصين، شخص يعبد البقر وشخص يعبد الله سبحانه وتعالى، من منهما في أحسن تقويم؟ الذي يعبد الله عز وجل، هذا الأحسن التقويم الباطني، والظاهري هو صورة الإنسان، أي إنسان خلقه الله عز وجل في أحسن صورة. لكن ماذا قال؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني أن الإنسان رد إلى أسفل سافلين بماذا؟ بكفره، بكفره فدخل في النار عند كفره. يعني هنا أنه متى الله عز وجل يرده إلى أسفل سافلين؟ إذا تخلص من ماذا؟ تخلص من أحسن، من تقويمه الأحسن الباطني، من تقويمه الأحسن الباطني، فيرده الله سبحانه وتعالى إلى أسفل سافلين وهي جهنم. فيقول هنا أسفل سافلين يعني في نار جهنم عند كفره. ثم قال غير ممنون غير مشوب بكدر المن، يعني الإنسان أحيانا يتصدق على شخص ويبدأ يحكي للناس، هذا هو عطاء مشوب بمن. الله عز وجل لا يشوب عطاؤه بمن، ولا يلحق ذلك العطاء انقطاع. ثم قال بالدين، دائما يوم الدين تذكر في شيئين مقدمة وخاتمة، هي الحساب والجزاء على الأعمال. أحسن الله إليكم. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله تعالى علق، جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. قوله تعالى بالقلم، بالخط والكتابة. وقوله تعالى لنصف عن السفع، القبض الشديد بجد. وقوله تعالى بالناصية، قدمي شعره. وقوله تعالى الزبانية، هم ملائكة العذاب سموا زبانية، لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. قوله سبحانه وتعالى من علق، في قوله خلق الإنسان من علق، تذكرون في الأربعين النووية أن الإنسان خلق من نطفة ثم علقة ثم مضغة، وهنا جمعها الإنسان خلق من علق، لأنه هنا في مقام الامتنان، والامتنان يناسبه الجمع. أما الإخبار فتناسبه الحقيقة، فالحقيقة أن الإنسان خلق من علقة، الإنسان يخلق من نطفة واحدة ومن علقة واحدة ومن مضغة واحدة، لكن الامتنان أن نقول الإنسان خلق من علق. أيضا في قوله بالقلم، قال بالخط والكتابة، لأن التفسير يكون بثلاثة أشياء. الأمر الأول وهو بدلالة المطابقة، أو بدلالة التضمن، أو بدلالة الالتزام. هنا جاء بدلالة الالتزام وهو الأثر، يعني أنه بالقلم، يعني بالقلم أثر القلم ما هو؟ هو الخط والكتابة. قال لنسفعا بالناصية، لنسفعا
قال السفع هو القبض الشديد بجلد، يعني أنه لا قبض على ناصيته، الناصية ما هي؟ هي مقدم الرأس، مقدم الرأس أنه قبض وجلبذه، لأنه الصفع بالصاد هو دون جلد والسفع هو مع الجلد. قال الناصية قلنا هو مقدم الشعر، ولماذا اختار مقدم الشعر دون غيرها؟ لأن الإنسان الحر يأنف أن يجر من ناصيته، يعني واحد يحكم من شعره بتاع الناصية يظل يكركر فيه، هذه تدل على الذل، الإنسان يأنف ذلك. قال الزبانية هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار، وما معنى يزبنون أهل النار؟ يعني يدفعونهم بشدة. نعم. أحسن الله إليكم. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله تعالى القدر الشرف العظيم، وقوله تعالى والروح هو جبريل، وقوله تعالى بإذن ربهم بأمره. لفظ الروح أتت في القرآن على ثلاث معاني: الروح وهو القرآن، والروح وهو جبريل، والروح هي روح النفس البشرية التي تقوم بها النفس البشرية. يقول العلماء أنه نزل الروح، نزل به الروح لتحيى الروح، يعني نزل جبريل بالقرآن ليحيى الإنسان، فقال نزل الروح، نزل بالروح لتحيى به الروح، ثم قال بإذن ربهم يعني بأمره سبحانه وتعالى. طبعا نحن الآن نحن نتكلم على معاني الفاتحة وقصة المفصل، ليس على تفسيرها، وهذا هو العلم. العلم أحيانا وش يحتاج الناس؟ يقعدوا مع الفاتحة شهر ولا شهرين، هم يقروا فيها حتى يملوا يبطلوا. هو العلم رو يكرر، يعني تدرس الفاتحة ومع الفاتحة وقصة المفصل كاملة، مرة أخرى تقرأها كاملة لكن زيد شوي، ومرة أخرى زيد شوي حتى يرسخ العلم، لكن تبقى في الفاتحة وتأتي معانيها كلها ولا أغلب المعاني سوف تمل وتتوقف على العلم. أسأل الله إليكم. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قوله تعالى منفكين، زائلين عما هم عليه تاركين له، وقوله تعالى مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وقوله تعالى قيمة مستقيمة، وقوله تعالى مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وقوله تعالى حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، وقوله تعالى دين قيمة دين الكتب القيمة وهو الإسلام، وقوله تعالى البريئة الخليقة، وقوله تعالى جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. هذه سورة البينة كما قلنا أن الآية الأولى هي أغمض آية في القرآن. لماذا؟ لأنه يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، يعني أنهم ماذا قال المنفكين؟ زائلين عما هم عليه تاركين له، يعني لن يتركوا ما هم عليه من الشرك حتى تأتيهم البينة والتي هي رسول من الله. ومع ذلك أتاهم رسول لكنهم لم ينفكوا بقوا، لأن هذه الآية في الحقيقة ليست إخبارا، فهي
تقريعا وتوبيخا، زي ما تقول انت الواحد مثلا زعما تفهم، هو لو ما فهمش او ما فهمش تقول له انت تفهم وتفهم، ويقول لك راني ما فهمتش، تقول له انت زعما تفهم، حق قلت له ما فهمش. واش معنى انت اكل؟ لا تقصد انه سوف يفهم، انت تقصد انك توبخه. هو الله عز وجل يوبخهم ويقرعهم، يقول لهم في الاصل انكم انتم اذا جاءتكم البينات تتركون الشرك وترجعون الى التوحيد، لكنكم في الحقيقه زعما تفهموا لكنكم راكم ما تفهموش. هذا هو المعنى. لذلك الايه ليست اخبارا بل تقريعا وتوبيخا، هذا هو المعنى. وتكلموا عليها العلماء، لكن سوف نفصل الامر هذا لما ناتي مرحله اخرى الى التفسير. ثم قال مطهره معناها منزهه عن كل ما لا يليق، هذا هو تطهير الكتب وغيرها، يعني أن نقول أن القرآن مطهر معناه أنه منزه عن كل ما لا يليق. الوحي يرى منزه أو مطهر، الوحي مطهر. وش معنى الوحي مطهر؟ معناه أنه منزه عن كل ما لا يليق، يعني الإنسان لا ينظر إلى الوحيين أنها غير مطهرة، ما لا يحاسب الوحيين بطريقة كما يحاسب غير الكلام الآخر. قال قيمة، نقول الكتب القيمة، نحن احيانا نقول هذه قيمه، الكتاب هذا قيم، نفهم منها انه ذات قيمه ونفاسه، والحقيقه انه ذات قيمه ونفاسه لا تعرفها العرب. نقول على الكتاب انه قيم، يعني معناها انه مستقيم، يعني انه كتاب مستقيم، يعني انه كتاب فيه كلام مستقيم، فيه كلام صحيح، هذا هو معناه قيم. قال بعدها مخلصين له الدين، يعني قاصدين بعبادتهم وجهه سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص كما عرفه أنه تصفية القلب من إرادة غير الله. يعني الإنسان كيف يجاهد نفسه على الإخلاص؟ أنه يجاهد نفسه على الإخلاص أنه يجعل قلبه، أنه يصفي قلبه من إرادة غير الله، أن الإنسان دائما يحاول أن يجعل قلبه صافيا من إرادة غير الله عز وجل بأعماله. قال حنفاء، لاحظوا ماذا فسر حنفاء، مقبلين عليه، مائلين عما سواه، لأنه في الحقيقة أحيانا يقول الحنف هو الميل، الحقيقة هذا تعريف باللازم، طبعا الكلام هذا ممكن يفهمه بعض طلبة العلم، لأنه هذا تعريف باللازم، وإلا في الحقيقة الحنف هو الإقبال ليس الميل، والإقبال على الشيء معناه الميل عن شيء آخر، مثل مثلا يقول لك شخص فيه حنف في ساقيه، يعني عنده سيقان وعوج مائلتين، هو في الحقيقة ماذا يقصد فيه حنف في ساقيه؟ معناه أن ركبتيه مقبلتين عن بعضهما، كي يكون ركبيه مقبلتين عن بعضيهما، يعني معناه أنه في ساقيه حنف، في ساقيه ميل. إذن الإقبال على الله عز وجل يستلزم منه ماذا؟ الميل عما سواه سبحانه وتعالى. قال دين القيمة، ونحن قلنا كتب القيمة وش معناها؟ كتب مستقيمة. دين القيمة يعني دين الكتب القيمة، وهو في حالتنا نحن وهو القرآن، إذن فهو الإسلام. قال البريئة وهي الخليقة، قال جنات عدن هي جنات إقامة لا يتحولون عنها، يعني جنات عدن يعني أنك سوف تبقى فيها إلى أبد الآبدين، هذا هو معناها. أحسن الله إليكم معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا، وقوله تعالى أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، وقوله تعالى يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب، وقوله تعالى أشتاتا أصنافا متفرقين، وقوله تعالى ذرة هي النملة الصغيرة. سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني هنا الزلزلة هي زلزلة الأرض كلها، لأن الزلزلة في الزلزلة العامة والزلزلة الخاصة. الزلزلة الخاصة هي الزلازل التي تقع في أنحاء الأرض، هذه تقع في الدنيا، لكن إذا جاءت الزلزلة فهي مؤذنة بقيام الساعة، وهي زلزلة الأرض بكاملها.
قال أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، لأن بعض المفسرين يفسرونها بالموتى، والحقيقة الموتى هي بعضها، لأنه يخرج من الأرض الموتى وأيضا الكنوز، لأنه جاء في صحيح مسلم أنه تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة، كأنها أسطوانات تخرج من الأرض. لذلك فإن الأرض تخرج أثقالها وهم الموتى وأيضا كنوز الذهب والفضة. قال يومئذ يصدر الناس، يعني يقبلون إلى الموقف والحساب، والموقف وهو المكان الذين سوف يحاسبون فيه، أشتاتا يعني أصنافا متفرقين، يعني أنه أصنافا يعني كل نوع من أنواع الكفار مع بعضهم والموحدين كل مع بعض. قال الذرة، مثقال الذرة، الذرة هنا وهي النملة الصغيرة، هذا هو تفسيرها، مش الذرة اللي نقرأ فيها نحن واحد يأتي، لأنه دائما الإنسان يفسر القرآن بالمعهود شرعا، مش المعهود فيزيائيا أو المعهود كيميائيا، بل المعهود شرعا. لذلك هذا مهم جدا في التفسير وفي فهم الكلام، كل إنسان تفهمه بالمعهود، كي المعهود عرفا والمعهود شرعا والمعهود لغة وغيرها، يعني كل علم له مصطلحاته. الآن نحن نقرأ للقرآن والسنة وغيرها بماذا؟ بمصطلحات الشرع. مثل لفظة العلم، العلم إذا وردت في القرآن والسنة فيقصد بها العلم الشرعي، يعني أي أحكام تتعلق بالعلم في الكتاب والسنة فيقصد بها العلم الشرعي، ما هيش الفيزياء والرياضيات وغيرها، بل العلم الشرعي، لأن هذا نحتاج له كثيرا في فهم الكلام، أن الكلام الشرعي نفهمه بالمعهود شرعا. أحسن الله إليكم. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله تعالى والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره. قوله تعالى فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن وقوله تعالى نفعا غبارا وقوله تعالى فوسطنا به أي توسطنا براكبهن وقوله تعالى لكنود لكفور بنعمة ربه وقوله تعالى الخير هو المال. هنا سبحانه وتعالى يقسم بالخير، وأشرف المركبات عند العرب وهي الإبل والخير، وقد تكلم على عظم الإبل في سورة الغاشية، ويتكلم هنا في سورة العاديات على الخيل، فقال والعاديات ذبحا، العاديات هي الخيل التي تعدو التي تجري سريعا، قال أي العاديات عدوا بليغا قويا، تخيلوا معنا الخيل وهي تعدو عدوا قويا بليغا، ما يصدر عنه الذبح، الذبح ما هو؟ هو صوت نفسها في جوفها من قوة جريها في المعارك مع الكفار مع اشتداد عدوها. قال فالموريات قدحا يعني مع قوة جريها وسماع صوت الضبح فإن أحفارها تضرب الحجارة فيتناثر منها شرر النار، فقال الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا والمراد بها الخيل، يعني هذه كلها الخيل. ثم المغيرات يعني الخيل هذه التي تغير وهي المباغتة الأعداء بما يكره. قال فأثرن به نقعا يعني فهيجن وأصعدن بها عدوهن وغارتهن غبارا، يعني فقد صعد غبار كثير من عدوها الشديد ومن ضربها بأحفارها للحجارة.
قال فوسطن به جمعا، يعني أنها من شدة جريها فإنها تتوسط براكبها في وسط الأعداء، فإنها تدخل في وسط الأعداء. وإن الإنسان لكنود، يعني لكفور بنعمة ربه، مع هذه النعمة وهي نعمة هذا المركوب وهي الخيل، ومع ذلك الإنسان فهو جحود كنود. قال والخير، الخير هنا هو المال. لماذا قال المال هنا؟ لأنه قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ترك خيرا، يعني ترك مالا. وطبعا الخير فهو يوجد خير المطلق وخير المقيد. الخير المطلق وهو خير الآخرة وهو خير الدين، والخير المقيد وهو خير الدنيا وبعض أفراده وهو المال. وقيده رحمه حفظه الله بهذه الآية. أحسن الله إليكم. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله تعالى القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. وقوله تعالى كالفراش المبثوث، الفراش ففرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. قوله تعالى كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وقوله تعالى فأمه هاوية، مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. وقوله تعالى حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها. سورة القارعة. والقارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة. قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. والله عز وجل يقول ما أدراك في الشيء الذي لا يرى، حتى أن مسيلم الكذاب لما قال الفيل وما أدراك ما الفيل ضحكوا عليه، قالوا الفيل نراه، كيف تقول ما أدراك ما الفيل نحن نراه؟ لأنه ما أدراك للشيء الذي لا يرى، لأنك وما يدريك ما القارعة. قال القارعة من أسماء يوم القيامة، من هنا تبعيضية، يعني هي اسم من أسمائها. ولليوم القيامة أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء عند العرب للشيء معنى يدل على تعظيم هذا الشيء. قال كالفراش المبثوث، وهذه من الألفاظ التي الناس يفسرونها بالمعهود في أذهانهم، ليس بالمعهود في القرآن الكريم والسنة. لأن الفراش هنا هو فرخ الجراد، لأن فرخ الجراد لما يخرج من البيض يخرج، لأن بيض الجراد يغطى بالتراب ثم لما يفقس يخرج من الأرض. وشاهدوها وموجود في الانترنت كثير، لو تشوفون في اليوتيوب وغيره، لما يخرج يركب على بعضه بعضا، كذلك يوم الحشر. أو مش الفراش اللي يدور على وش اسمه، على الشمعة وعلى الضوء، هو الفراش هنا هو فرخ الجراد لما يخرج من البيض بكثرته ويخرج من التراب ويأتي يركب على بعض ويزحف على الأرض. فكذلك قال كالفراش المبثوث. الفراش قال هنا فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر على الأرض. قال كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف المتمزق. قال فأمه هاوية، يعني الهاوية وهي النار، فأصبحت الهاوية كأمه التي تضمه ويلزمها أن نعوذ من النار. قال حامية، شديدة الحرارة من الوقود بضم الواو، مثل نحن قلنا الوضوء والوضوء والسحور والسحور. السحور ما هو؟ هو أكلة السحور، والسحور هي عملية السحور. نقول الوضوء هو الماء الذي نتوضأ به، والوضوء هي عملية الوضوء. الآن الوقود هو الناس والحجارة، هذا الوقود، والوقود هو الإيقاد، هو عملية الإيقاد. لذلك قال شديدة الحرارة من الوقود عليها. نعم. أحسن الله إليكم. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله تعالى ألهاكم شغلكم عما خلقتم له، وهو عبادة الله.
وقوله تعالى التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. علم قوله تعالى علم اليقين العلم الثابت في القلب. وقوله تعالى عين اليقين عيانا بأبصاركم. قوله ألهاكم يعني شغلكم عما خلقتم له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان فقد ألهته ألهاه التكاثر بجميعه، سواء تكاثره هو أو تكاثر أمواله أو ما عنده من أشياء. قال التكاثر هو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. قال علم اليقين لأنه قال كلا لو تعلمون علم اليقين، العلم الثابت في القلب هو علم اليقين. والثاني ماذا قال؟ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم قال لتسألن يومئذ عن الجحيم. لأن العلم ثلاث أنواع من العلوم، هو علم اليقين اللي قال عليه هو هنا العلم الثابت في القلب، مثل الجنة والنار، نحن نعلم علم اليقين أن الجنة والنار حق، هذا هو علم اليقين. ثم قال بعدها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا في الموقف لما تبرز الجنة والنار ويراها الناس في ذلك الوقت، هذا نوع من العلم هو أنك تراها بالعين الباصرة، هذا النوع الثاني. أنت الآن تعلم علم اليقين، تعلم علم اليقين أن الجنة والنار حق، يوم القيامة تصبح تراها عين اليقين أن الجنة والنار حق. ثم الثالثة التي لم تذكر هنا في الآية هي حق اليقين، لما يدخل أهل الجنة إلى الجنة ويدخل أهل النار إلى النار فهذا يسموه حق اليقين لأنه يعيش فيها، لما يعيش فيها يصبح حق اليقين. إذن يوجد علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الإنسان يؤمن بعلم اليقين حتى لا يتفاجأ بعين اليقين، وحتى يدخل الجنة ويكون في الجنة حق اليقين ولا يكون في النار حق اليقين. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. قوله تعالى وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. قوله حفظه الله في قوله تعالى والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، لأن هذا هو المعهود شرعا. لما نقول العصر لا نقص به الظهر، هذا هو المعهود شرعا، لذلك نفهم القرآن بالمعهود شرعا ليس بالمعهود في ذهنك أنت، بل في المعهود شرعا. إذا قال والعصر، العصر إذا ذكرت في القرآن الكريم أو السنة النبوية فيقصد بها هو بعد زوال الشمس ويصبح الشيء ظله بمثليه، لم يصبح الشيء ظله، معذرة، ظله بمثله، فذلك وقت العصر حتى إلى غروب الشمس هذا هو العصر، والله عز وجل يقسم هنا بهذا الوقت. قال وتواصوا بالحق يعني أمر بعضهم بعضا بالحق. صلى الله عليكم معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. قوله تعالى ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. وقوله تعالى همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز هو من يعيبهم بقوله، والهماز واللماز للمبالغة لينبذن أي لا يطرحن. وقوله تعالى الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. وقوله تعالى الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة
وقوله تعالى تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غير من ألم غيرها للطفها. وقوله تعالى عليهم موصدة مغلقة عليهم. قوله تعالى في عمد ممددة في آمدة طويلة. صورة الهمزة، الهمزة واللمزة، وهو عيب الناس سواء بالإشارة أو بالقول، هذا هو الهماز اللماز الذي يعيب الناس سواء بقوله أو بإشارته. أحيانا تجد الناس يتكلموا الأخر يدير له هك يغمز له ولا يدير له بلسانه ولا يدير له بفمه ولا شيء، هذا كله وهو ما يشوفش فيه باش يشوفه صاحبه الأخر، هذا كله راي من الهمز اللمزة. قوله وي، قال هنا كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، لأن قولنا ويل وهو واد في جهنم هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. لذلك فالويل هي كلمة تهديد وعيد وتهديد. فالحقيقة الكلمات هذه فهي خمس، وهي ويل وويح وويس وويب وويك، أم خمس كلمات كلها بنفس المعنى وتتفاوت في معناها. كيف نحفظها؟ هي بقولنا حسبك ويل، حسبك ويل، عندنا الويل عندك حسبك، حسبك كين الحاء والسين والباء والكاف، حسبك نحي اللام وحط فيها الحاء، حسبك ويل تولي ويح، نحي الحاء وحط السين ما يحسبك تولي ويس، ومن بعد حط الباء ما يحسب وتولي ويب، ومن بعد الكاف ويكن، كلها نفس المعنى. يقول لك حسبك ويل، احفظ هذه درك تجيك الكلمات كلها تولي ويل ويح ويس ويب ويكن، حط له حسبك قدامك وبدل الحرف فقط تصبح هذه كلها الكلمات، هذه كلها بنفس المعنى، هي كلمات وعيد وتهديد. قال بعدها همز لمز، وتكلمنا أن الهماز من يعيب الناس بالإشارة، واللماز هو من يعيب الناس بالقول. ثم قال لينبذن في الحطمة، يعني ليطرح في الحطمة وهي النار والعياذ بالله. قال الحطمة ما هي؟ هي كثيرة الحطم والهشم، كل ما يلقى فيها، تصور البركان بركة، وهذا جزء من أكثر من 70 جزء من نار يوم القيامة، هذا البركان تحط فيه الحجارة تذوب. قال الموقدة يعني المسعرة المشتعلة بالناس والحجارة. ثم قال تطلع على الأفئدة، يعني هذه النار تطلع على القلوب، لأنه أكبر ألم يكون في القلب، وهو أكبر الألم في ماذا يكون؟ يكون في الغشاء الرقيق، الإنسان مثلا ربي عافينا من الحرق، تكون في الأغشية الرقيقة اللي فيها الأعصاب، اللي فيها رؤوس الأعصاب. لذلك أغلب الحرق هي تكون الأفئدة، لماذا؟ لأنها مراكز الإرادة، الإنسان إذا أشرك بماذا؟ هو بإرادته بقلبه. لذلك تطلع الأفئدة، تطلع النار على الأفئدة يعني على القلوب. قال عليهم مؤصدة يعني أنها مغلقة عليهم وهم ممددون في أعمدة والعياذ بالله. قوله معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قوله تعالى تضليل تضييع، وقوله تعالى أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، وقوله تعالى سجيل طين متحشف، وقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. لاحظوا هنا في التفسير هو الكلمة المفسرة تتبع الكلمة المفسرة تتبع الكلمة المفسرة في الإعراب. تلاحظوا مثلا قال تضليل أتى تضييع، هذا هو المعنى يعني هنا في قضية الإعراب. سورة الفيل واضحة، وهي تدل على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم باللازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل.
وسوف تجدون عنه هذه الصور، وهي 22 صورة، هي قصر مفصل، فيها صورة تدل على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة تدل على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طيرا أبابيل، يعني طيور تأتي جماعات جماعات وترسل، ماذا ترسل؟ سجيل، وهو طين متحجر. ولاحظوا قال: فتجعلهم كعصف ماكون أو عصف ماكون. ووصف الشيخ حفظه الله لهذا الوصف كان دقيقا، فقال: محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. أحسن الله إليكم معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله تعالى: لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. وقوله تعالى: لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. سورة قريش لإيلاف قريش. إيلاف يعني من الألفة، مش إلى حرف جر في حرف جر، لأنه كثير من اللي يقرأ أحيانا وش يقرأ فيها لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، لأن عدم استحضار المعنى يغير حتى اللفظ. وكثير هذا، كم كثيرين جدا اللي نسمعهم يقرؤونها، يقرؤونها لإيلاف قريش، هي ري لإيلاف قريش من الألفة، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الآن ماذا قال الشيخ هنا؟ لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن، يعني في الشتاء يذهبون إلى اليمن. واليمن هو قسمين، يسمو فيه اليمن العالي واليمن النازل. اليمن العالي هو صنعاء، صنعاء حتى في الصيف لا يشغلون المكيفات لأن حتى في الصيف باردة، معنى في الشتاء رأي باردة تكتب، يعني لا يصلح أنهم يذهبون القريش في الشتاء إلى صنعاء، لكنهم يذهبون إلى تهامة. تهامة هذه أرض منخفضة حتى في الشتاء دافئة، في الشتاء دافئة، ويذهبون في الصيف إلى الشام. أحسن الله إليكم معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراهون ويمنعون الماعون. قوله تعالى: بالدين، بالحساب والجزاء على الأعمال. وقوله تعالى: يدفع بعنف وشدة. وقوله تعالى: يحض يحث. وقوله تعالى: يراءون، يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. وقوله تعالى: الماعون، الزكاة، 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 وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. قال حفظه الله قوله تعالى: بالدين، بالدين يعني يوم القيامة. قلنا يوم القيامة ما هو؟ هو يوم الحساب والجزاء على الأعمال. قال: يدعو، يعني يدفع بعنف وشدة. لاحظوا، قلنا في اللغة العربية كلما زادت المباني زادت المعاني. يدعو ليس فيه عنف وشدة، يدعو كلما زادت الشدة أصبحت فيه عنف وشدة. قال: يحض، يعني معناها يحث. يراعون هي من المراءة، لأنه تجزم المراءة والتسمية، المراءة وهو بالرؤية، يقال يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس، والتسميع هو يقولون ليسمعهم الناس. قال: فيحمدهم عليها. المعون، المعون هو شيئين، المعون وهو الزكاة الذي يمنع الزكاة، أو يمنع المعون وهي الأشياء التي عادة أنها عارية تعطى للناس ليستفيدوا منها، كما عندنا نحن مثلا البرويطة والبالة والفاس وغيرها، هذه كلها لا يجوز منعها، وأيضا لا يجوز منع الزكاة، وحتى أنها من أسباب منع القطر هو منع الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
قوله تعالى الكوثر هو نهر في الجنة، وقوله تعالى شانئك مبغضك، وقوله تعالى الأبتر المقطوع من كل شيء. قوله الكوثر بعض كثير من المفسرين فسروا أنه الخير الكثير، لكن حتى يتناسب مع المنة للنبي صلى الله عليه وسلم فالكوثر هو نهر في الجنة، لأن الخير الكثير أي واحد سوف يدخل الجنة يكون له خير كثير، لكن أن يكون له نهر يخصه فهذا منة منها الله عز وجل على نبيه فأعطاه نهر في الجنة سبحانه وتعالى. قال إن شانئك هو الأبتر، بعضهم فسرها بأنه قد قطع من نسله، لكن الواقع لا يؤيده، لكن ممكن أن يقول أنه قطع من كل خير، هو ذهب إلى النار وأبنائه ذهبوا إلى الجنة فقد قطع هو من كل خير. أحسن الله إليكم معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها، وقوله تعالى لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، وقوله تعالى ولي دين الذي رضيه لربي فرضيت به وهو الإسلام، وقوله معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قوله تعالى والفتح فتح مكة، وقوله تعالى أفواجا جماعات تلو جماعات، توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. هذه السورة وهي سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي سورة النصر، هذه تدل على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سورة الفيل تدل على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال توابا، فالتوبة لها ركنان وهي التوفيق، أن يوفق الله عز وجل الإنسان للتوبة ثم يقبل منه تلك التوبة. أسأل الله عليكم معالي سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتب لم يربح، وقوله تعالى وما كسب كسبه ولده، وقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، وقوله تعالى في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الريف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب، مع أن الكنية وهي كنيته اسمه عبد العزة وكنيته أبو لهب، مع أن الكنية تكون للتعظيم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال تبت يدا أبي لهب حتى يزيد له إذلالا، يعني مع أنه يأتي له بلفظ التعظيم لكنها في مقام الذنب فتزيد له إذلالا. صلى الله عليكم معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قوله تعالى الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، وقوله تعالى لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فاسم الله الأحسن الصمد يتضمن شيئين، أنه كامل في نفسه سبحانه وتعالى مكمل لغيره كل بما يناسبه، فيكمل البشر إلى الكمال البشري،
وغيره. أحسن الله إليكم معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله تعالى أعوذ الجو أعتصم، وقوله تعالى الفلق الصبح، وقوله تعالى غاسق أي الليل، وقوله تعالى إذا وقب إذا استحكم ظلامه، وقوله تعالى النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ في معاريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. يعني أن النفخ وهو إخراج الهواء معاريق لطيفة، والنفخ هو إخراج الهواء بدون ريق. أسأل الله إليكم معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله تعالى أعوذ الجو أعتصم، وقوله تعالى برب الناس بسيدهم الماء المالك والمصلح لهم، وقوله تعالى إله الناس معبودهم بحق، وقوله تعالى الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، وقوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، وقوله تعالى من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. قوله الذي يوسوس في صدور الناس، الناس يقصد بهم الجن والإنس، لأن الناس من النوس وهي الحركة والاضطراب، فيشمل الجن والإنس. وقوله من الجنة والناس فإنه من عطف العام على الخاص، لأن الناس مقصود بها الجنة ويقصد بها الإنس، فهي من عطف العام على الخاص. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله له من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.